استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ذكر أن رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية نقل في مستهل اللقاء تحية الرئيس بايدن إلى السيد الرئيس وتقدير الولايات المتحدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا استمرار التشاور والتنسيق بين الدولتين لصالح الأمن والاستقرار الاقليميين والدوليين كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الاقليمية حيث تمت مناقشة وآخر مستجدات الجهود المشتركه للتوصل لاتفاق للتهدئه ووقف إطلاق النار في قطاع غزه. وأكد السيد الرئيس في هذا الصدد الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليه العسكريه في القطاع، مشددا على أهميه اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثيه بما يكفي للتخفيف الحقيقي من الكارثه الإنسانيه التي يعيشها الفلسطينيون بالقطاع، ومؤكدا ضروره اتخاذ خطوات جاده ومؤثره لمنع اتساع رقعه الصراع في المنطقه، كما شدد سيادته على اهميه انفاذ حل الدولتين في اطار تسويه عادله وشامله للقضيه الفلسطينيه. من جانبه ثمن رئيس وكاله الاستخبارات المركزيه الامريكيه الجهود المصريه لوقف اطلاق النار وانفاذ المساعدات الانسانيه، مؤكدا تقدير بلاده للمواقف المصريه الرشيده والمسؤوله التي تدفع بقوه في اتجاه ارساء الساعة. السلام والأمن والتنمية إقليميا ودوليا